هل لو انا قلت للنصراني انت اخي هل فيها شيء من باب المجامله؟ ماذا تقصد بالاخوه؟ الاخوه الايمانيه ولا الاخوه في كما قال تعالى والى عاد اخاهم هودا؟ في المعامله كأهل قريه. والى عاد اخاهم هودا مجامله يعني. بس طيب كمل باقي كلمه ثانيه لا ترث اشتباها. اه السلام عليكم. شكرا. الله يكرمك.